الطيران المروحي يحلق في أجواء مدينة كفر زيتا. الطيران المروحي دخل مجواء مدينة كفر زيتا. حسب ما يؤكد المراصد أن المروحي نفذ، سنحاول رصد مكان سقوط البراميل على مدينة كفر زيتا بريف حماة الشرقي. قصف بالطيران المروحي على الأراضي الزراعية لمدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف الأراضي الزراعية لمدينة كفر زيتا بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 13/11/2014. قصف بالطيران المروحي على قرية الصياد بريف حماة الشمالي. الطيران المروحي يقصف قرية الصياد بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 13/11/2014. الطيران المروحي يقصف قرية الصياد بريف حماة الشمالي والدخان يتصاعد. 13/11/2014.